مرحبا أصدقائي متابعين قناة فيوتشر كوين وبيتسي وورلد عالم بيتكوين. قبل فترة تم إطلاق نسخة تجريبية من الشيباريوم، وتعلمنا بالفيديو الماضي كيف نضيف شيباريوم إلى محفظة تراست ويت. طبعا النسخة اللي تم إصدارها هي نسخة تجريبية، واليوم أعلن مطوري عملة شيبا إينو عن موعد إطلاق النسخة الرسمية للشيباريوم. أما باش فيديو أصدقائي، بتمنى تضغط زر اللايك، تشترك بالقناة، تفعل زر الجرس حتى يوصلك كل جديد في عالم عملات رقمي. ولا تنسى تنضم لقناتنا على التليجرام، الرابط راح تلاقيه موجود أسفل الفيديو، والرابط موجود كمان في بانر القناة. خليكم معنا أصدقائي لبعد الأنترو. طبعا أصدقائي، أعلن شيتوشي أوساما مطور رسمي في عملة شيبا إينو أن سيتم طرح الشيباريوم في شهر يوليو. حاليا تم طرح الفترة التجريبية، وراح تستمر الفترة التجريبية لمدة شهرين، وبعد الطرح راح يمتد إلى شهر يوليو، يعني شهر 7، بعد 3 أشهر ونصف من الآن. أعلن شيتوشي كوساما أنه خلال فترة 4 أشهر سيتم مراجعة الأخطاء الشبكة التجريبية، وراح يتم دعم الخدمة البريدية والتواصل عن طريق البريد الإلكتروني وحل المشاكل، وراح يتم تفعيل كثير من ميزات جديدة على شبكة الشيباريوم. طبعا الشيباريوم هي بلوكتشين عن طريق الطبقة الثانية، يعني بلوكتشين مبني على بلوكتشين، شبكة مبنية على شبكة. شبكة الشيباريوم مبنية على شبكة الإثريوم. شوف بالنسبة لتحليل عملة شيبا إينو أصدقائي، عملة شيبا إينو بعد ما تكلمنا الفترة الماضية كنا عم نتداول أسفل موفينج أفرج 200، قلت ما بتصير العملة إيجابية بنتجه للفترة الصعودية إلا بعد اختراق الموفينج أفرج 200 وتداول أعلى هاي المنطقة. من هذيك اللحظة طبعا انطلقنا، قسمنا موفينج افرج 200 وبلشنا نداول اعلى الموفينج افرج 200. اهداف العملة حاليا هي ارتفاع الى مناطق 0.4013، يعني بنسبة 12% او 13% كهدف اول، وبعدها ترتفع العملة الى الهدف الثاني بعد نجاح اختراق المقاومة الاولى بنسبة 20%، ونوصل الى المقاومة الثانية. طبعا عملة شيبا إينو عملة حاليا عليها فوليوم وعليها فورم صعودي كبير جدا، خاصة بعد اطلاق الشيباريوم، يعني ممكن نشوف صعود كبير لهاي العملة وممكن نستغل هذا الصعود. لكن خلونا نوضح لكم نقطة، انه اي صعود تقدر تستغله للهبوط. دائما صعود على عملة شيبا إينو واللونا كلاسيك دائما مرافقه هبوط، لان عدد القطع كبير والصعود اللي بيصير على العملة هو عبارة عن فومو لا اكثر ولا اقل، يعني كل ما العملة بتعمل ارتفاع لقمة جديدة بقدر بدخلها بصفقة شورت. هاي القمم الثلاثة اللي عملناها طبعا كلها استغليناها بصفقات شورت بعد انتهاء فوم الصعود. طبعا في المرة السابقة دخلنا صفقة شورت، وطبعا تكلمت بفيديو من الفيديوهات ودخلت بصفقة شورت امامكم بالفيديو، وبعدها جنيت الارباح في القاع. حاليا هدفي على عملة شيبا إينو 0.4013، بعدها 0.4014، والقمة هي 0.4016. انا ممكن ادخل بصفقة شورت على عملة شيبا إينو اذا صار بمب سريع لمنطقة 0.4016 وأقفال شمعة يوم أسفل هاي المنطقة، بدخلها بصفقة شورت وهدفي رح يكون 0.4014. أصدقائي، بنكون وصلنا لهي الفيديو، بتمنى الفيديو يكون عجبك، لا تنسى تشترك بالقناة، تفعل زر الجرس، تضغط على اللايك حتى يوصلك الجديد في عالم العملات الرقمية. مع السلامة، دمتم بخير.